بنحيي معكم النهارده ذكرى رحيل الفنان الكبير فؤاد المهندس، واللي رحل عن عالمنا في 16 سبتمبر 2006. الكوميديان الكبير اتولد 6 سبتمبر 24، وقدم خلال مسيرته الفنيه اكتر من 30 فيلم. ودخل فؤاد المهندس عالم الانتاج السينمائي بفيلم فيفا زلاطة، اللي كان طفره من نوع الكوميديا اللي تقدم بشكل ساخر جدا على عدد كبير من الافلام الامريكيه اللي تناولت شكل حياه الكاوبوي. كان لازم اعرف من الاول ان انت بنتي حبيبتي. بقالي قد ايه غايب عنك؟ خمس سنين. انما اوعدك اوعدك مش هسيبك بعد كده، هبقى اب مثالي. انما قولي لي اتجيت ازاي؟ بالحصان. كمان قدم الاستاذ اكتر من 15 مسرحيه باقيه في تاريخ المسرح المصري والعربي، ومنها سك على بناتك، وانا وهو وهي، ومسرحيه سيدة الجميله. بحكمتك تختال علينا، بحكمتك كويس تختال علينا. يا ست يا حبيبتي. نعم يا بيه. لا 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 لا، بلاش الطريقه البطاله بتاعتك. أكيد الفنانة الرائعة شويكار كانت رفيقة المشوار للنجم الراحل فؤاد المهندس، وقدموا مع بعض عدد كبير من الأعمال الفنية، وكانت قصة حبهم من أقوى قصص الحب في الفن المصري، وتوجها الزواج واستمرت حتى بعد انفصالهم، واللي كان صدمة كبيرة جدا لجمهورهم ومحبيهم. أنا جيت يا اللي تغشيت وعليك خشيت بيضة ومنصورة. فؤاد المهندس قدم الإذاعة المصرية برنامج كلمتين وبس، واللي كان من أنجح البرامج لسنوات طويلة، ده كمان بجانب عدد من المسلسلات اللي قدمها للتلفزيون، ومنها مسلسل عيون والعصافير. وأكيد طبعا في السينما له العديد من الأعمال المميزة، لكن هيفضل فيلم أرض النفاق علامة في تاريخ فؤاد المهندس السينمائي. طوبى لكم، طوبى للفقراء المساكين، ودبشة للأغنياء المقترين، الذين خربوا بيوتكم الآمنة وعكروا حياتكم السالمة. يا سالمة يا سالمة يا سالمة يا سالمة. أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس تاريخ طويل من الإبداع، هنفضل فاكرينه دايما وهيفضل باقي في تاريخ الفن المصري. We'll be right back.